نشرة الأخبار من تلمغاك، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الصحة يدعو في مراسلة إلى الفصل بين الملقحين بالجرعة الأولى والثانية. نقابة أرباب الحمامات التقليدية والرشاشات تعلن عن خوض وقفة احتجاجية. ومهنيون يطالبون بمرائب تحت أرضية بعد التراجع عن ترحيل الأسواق إلى خارج مدينة الدار البيضاء. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و477 حالة شفاء وأربع حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية. أوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج رصد الوبائي لكوفيد 19 أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 485,567 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي، ومجموع حالة الشفاء التام إلى 471,417 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.1%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8673 حالة بنسبة فتك قدرها 1.8%. قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم أمس الخميس خلال المجلس الحكومي إنه يجب استمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في انتظار بلوغ المناعة الجماعية في الأشهر المقبلة. المزيد من التفاصيل في تقرير أسماء سلوان. أكد رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية في المجلس الحكومي أن آفاق الخروج من أزمة فيروس كورونا لا تزال غير واضحة، فمن الضروري استمرار بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة منذ بداية الجائحة في انتظار بلوغ المناعة الجماعية المتمثلة في تلقيح 80% من الساكنة. وأضاف العثماني أن عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا تتلقى استحسانا من قبل المتتبعين وطنيا ودوليا آخرهم منظمة الصحة العالمية التي شيدت بدور الذي تقوم به المملكة والتقدم الذي أحرزته في هذا النطاق. وفي هذا الصدد نوه المسؤول الحكومي بالنجاح الذي حققه المغرب في عملية التطعيم تحت قيادة الملك محمد السادس، وعبر عن شكره لجميع القطاعات والجهات التي ساهمت في إنجاح هذه العملية وعلى رأسها وزارتا الصحة والداخلية وغيرهم من المصالح الإدارية والترابية بأطقمها ومسؤولها. وجه وزير الصحة خالد أيت الطالب دورية إلى المدراء الجهويين للصحة حول ضبط مسارات الملقحين من الجرعة الأولى وفصلها عن الملقحين بالجرعة الثانية في المحطات والنقط المخصصة للتلقيح. المزيد معك هناء ضياء. وجه وزير الصحة خالد أيت الطالب دورية إلى مدراء الجهويين للصحة يدعوهم من خلالها إلى ضبط مسارات الملقحين من الجرعة الأولى وفصلها عن الملقحين بالجرعة الثانية في المحطات ونقط التطعيم المخصصة للتلقيح، وكذلك التأكد من توفر فريق لكل مجموعة من المستفيدين للتسجيل والتطعيم خاصة في محطات التلقيح ذات الأعداد الكبيرة، وذلك لأجل تنظيم تدفق المستفيدين بشكل أفضل وتحسين ظروف عمل فرق التلقيح، إضافة إلى مراقبة أفضل لإدارة مخزون اللقاحات. وطلب وزير الصحة بالفصل بين قارورات اللقاح المخزنة في الثلاجات وغيرها المخصصة للجرعة الأولى والثانية مع ضمان وجود ملصقات تتيح تحديد نوعها من قبل القائمين بالإحصاء. وأكد أيت الطالب أن المرحلة الأولى من حملة التلقيح عرفت نجاحا، مشيرا إلى أن الحملة ستحقق قدرة تحصين عالية ضد الفيروس مع جلب شحنات إضافية من اللقاحات. أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة أنها تتوقع نزول زخات مطرية رعدية قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية أن زخات مطرية رعدية قوية بمستوى يقظة برتقالي ستهم اليوم الجمعة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 6 مساء أقاليم الصويرة وطنجة وأصيلة والعرائش وأسفي والدار البيضاء
والجديدة، كما ستهم الظاهرة الجوية قليم أزلال وابن ملال وخريبكة وخنافرة وششاوة والحوز وتونات والخميسات من اليوم الجمعة على الساعة 6 مساء إلى السبت على الساعة 10 صباحا. وأضافت النشرة الإنذارية أنه من الممكن أن تكون هذه الزخات مصحوبة محليا ببرد، كما ينتظر هبوط زخات قد تكون محليا قوية يوم السبت بأقاليم تطوان وشفشاون والحسيمة وطنجة أصيلة والمضيق الفنيدق والدريوش والفحص أنجرة. إلغاء نقل عدد من الأسواق بالعاصمة الاقتصادية إلى خارج المدينة دفع التجار بسوق الحبوب بشارع محمد السادس ودرب غلف ودرب عمر إلى المطالبة بمرائب تحت أرضية أسفل هذه البنايات كي تضمن تسوق المواطنين في أحسن ظروف. من جهة أخرى، أشغال مد خطوط الترامواي الثالث والرابع باتت تعرقل بدورها حركة السير حسب المهنيين وصولا إلى وسط المدينة. تفاصيل أوفف روبورتاج حمزة سعود وخالد بونانس. إلغاء نقل سوق درب غلف ودرب عمار وسوق الحبوب بشارع محمد السادس بالعاصمة الاقتصادية من مواقعها الحالية إلى خارج المدينة دفع التجار بهذه الأسواق إلى المطالبة بمرائب تحت أرضية. 800 مليون سنتيم تبخرت في دراسات لا جدوى منها بعد أن استقرت هذه الدراسات على إعادة هيكلتها وتأهيلها فقط. أشغال خطوط الترامواي الثالث والرابع دفعت عشرات السائقين المهنيين إلى تغيير مسار الوصول نحو وسط المدينة في رحلاتهم نحو العاصمة الاقتصادية. مشاكلهم حاليا تضاعفت مع حركة المرور التي تختنق خلال أوقات الذروة. الترامب غادي تولي واحد العرقلة تسير هنا كثيرة بزاف، غادي يوليو مشاكل كثيرة، لأنه من هنا كتصدر السلعة للعيون داخلة الدار بطنجة، عفوا اي مدينه كتمشي لها السلعه من اي واحد كيجي لهنا عنده مخرج ديالو هنايا. والا كان ترامب دايز من هنا غادي يوليو مشاكل كثيره بزاف بزاف. بالنسبه ليا انا الا داز ترامب راه خص هاد البلاصه هادي تحول لشي بلاصه اخرى، لانه غادي يكونوا مشاكل من ناحيه اصحاب المحلات ديال درب عمار او شاحنات او من ناحيه بيكوبات او هوندا. كاين الناس اللي 40 عاميه او 50 عام في غيمشي هاد السيد في غدو الهراوين ما من غيضر ما راك عارف اخويا، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، لا داونا من هنا راه ما عندناش فين غنمشي. بالنسبه للكاميوات ولاو وقفوا عرض ما يبقاوش وقفوا طول وقادوا هذاك الشيء ونظموا المشاكل اللي كاينه وصال. مجلس المدينه خصص 300 مليون سنتيم لدراسه تاهيل منطقه درب غلف ودرب عمار بموجب اتفاقيه شراكه مع الوكاله الحضريه، تحتاج في الوقت الحالي لاستكمال التاشير عليها. المهنيون يطالبون حاليا بترميم جنبات الاسواق بشكل جديد يضمن تسوق البيضويين من هذه الفضاءات بشكل مطلوب. مجلس البيضاء يخطط أيضا لنقل أسواق أخرى مستقبلا إلى خارج المدينة. حين بالنسبة لهذه الأسواق، أول إشارة كان أكد بأن سوق درب غلاف درب عمار ديال البيض هذو كلهم أسواق في الحقيقة في ممتلكات غير جماعية، لكن الجماعة بتنسيق مع السلطات المحلية كان هناك دراسة لتنقيل هذه الأسواق في مكان اللي يمكن يساعهم، مكان يمكن تكون الرواج الاقتصادي ديالهم مزيان، ومكان يكون ايضا نساهموا في تنظيم مدينه الدار البيضاء. واليوم كاين تفكير اكبر من ذلك، هو ان اسواق الجمله، وهنا بغيت نذكر سوق الجمله للخضار والفواكه، المجازر مدينه الدار البيضاء، سوق السمك، سوق الحبوب، هذه كلها تكون خارج الدار البيضاء، لانها لما كانت برمج في واحد المرحله انها كانت دارت في الهوامش، لكن اليوم الدار البيضاء الزحف ديال مدينه الدار البيضاء انه وصل وضم حتى هذه الاسواق، اذ اليوم كاين التفكير باش نشوفوا مكان اخر. وكان مجلس المدينه قد خصص 800 مليون سنتيم لانجاز دراسات نقل هذه الاسواق الى خارج العاصمه الاقتصاديه، واستقر في الاخير على اعاده تاهيلها بضخ 600 مليون سنتيم جديده، بما فيها 300 مليون سنتيم لتهيئه الاسقف المهترئه لسوق الحبوب وتثمين فضاءاته التي تحتاج للترميم.
تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة، تمكنت من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموعه 3 أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرة. وذكر بلغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية مكنت برصد شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزورة محملة بشحنات المخدرات المحجوزة والتي تخلى عنها سائقها على مستوى المنطقة القروية سيدي العابد بضواحي الجديدة، حيث تم العثور بداخلها على 100 رزمة من مخدر الشيرة بلغ وزنها الإجمالي 3 أطنان و300 كيلوغرام. تستعد نقابة أرباب الحمامات التقليدية والرشاشات خوض وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن. وتأتي هذه الخطوة حسب بلغ للنقابة نتيجة التهميش والتسويف الذي اتخذته الحكومة في التعامل مع أرباب الحمامات التقليدية والعصرية والعاملين معهم بحسب قولها. التقرير لفاطمة الزهراء دورات. تستعد نقابة أرباب الحمامات التقليدية والرشاشات خوض وقفة احتجاجية بالعاصمة الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وذلك للتنبيه للأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع ومهنيه مع استمرار الإغلاق. ويأتي الاحتجاج حسب النقابة على إثر التهميش والتسويف الذي اتخذته الحكومة في التعامل مع أرباب الحمامات التقليدية والعصرية والعاملين معهم من خلال تمديد فترة الحجر الصحي ومنع هذه الفئة من استئناف العمل رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت تتخبط فيها. وهدد أرباب الحمامات في بلاغ لهم بالتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم ومطالب العاملين خلال أسبوع من تاريخ الوقفة، وذلك بخوضهم اعتصاما مفتوحا ليلا ونهارا ابتداء من 17 من مارس الجارية. كما انتقد أرباب الحمامات بالدار البيضاء استمرار منعهم من استئناف عملهم رغم أن الحمامات في مجموعة من المدن تعمل بشكل عادي دون أن يتم تسجيل أي حالة وبائية. في ظل استمرار الحكومة في تمديد سريان مدة العمل بقرار إلزام المحلات التجارية بالإغلاق عند الساعة 8 مساء منذ دجنبر من السنة الماضية، هذا الأخير لازال يرخي بظلاله على التجار بمختلف مدن المملكة، إذ يشتكي التجار من تسبب القرار في تراجع المداخيل نتيجة تقليص ساعات العمل دون أن يوازي هذه الخطوة تراجعا في الواجبات الشهرية الملزمين بأدائها. تقرير لهنا ضياء. أوضح رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين نبيل النوري لمنابر إعلامية أن النقابة واعية بالإكراهات التي يعاني منها التجار والمهنيين في مختلف المدن نتيجة قرارات الإغلاق، موضحا بأن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية سوف يجتمع يوم السبت المقبل لتدارس مختلف مشاكل القرار الذي تسبب في تراجع المداخيل دون أن يوازي تراجع في الواجبات الشهرية الملزمين بأدائها كفواتير وأجور العمال والضرائب التي بقيت في مستوياتها السابقة دون تغيير. وأكد بأنه سيتم التطرق لمجموعة من النقاط التي تهم فئات التجار والمهنيين خلال الاجتماع، بالإضافة إلى نقطة الحماية الاجتماعية وهو الورش الذي أعلن عنه الملك محمد السادس ويهم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف المواطنين. وأضاف رئيس النقابة بأن قرار التمديد تسبب في مشاكل عدة للتجار والمهنيين، وكذلك يؤدي هذا الإغلاق المبكر للمحلات التجارية إلى عكس النتائج المرجوة من طرف الدولة، إذ ينتج عن ذلك الاكتظاظ والتوافد الكبير للمواطنات والمواطنين وعدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي مما يتسبب في انتشار العدوى. دوليا، دعا البابا فرانسيس في كلمة ألقاها عقب وصوله إلى العراق اليوم الجمعة إلى التصدي لآفة الفساد وسوء استعمال السلطة في إطار دعمه للسلطات العراقية من أجل تحسين أوضاع البلاد. وقال البابا من القصر الرئاسي في بغداد خلال لقائه الرئيس إبراهيم صالح، لكن ذلك لا يكفي، مضيفا ينبغي في الوقت نفسه تحقيق العدالة وتنمية النزاهة والشفافية وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك.
عليك. هذا ورحب الرئيس العراقي برهم صالح بالبابا فرانسيس في العراق في بداية زيارة تاريخية للحبر الأعظم. وقال صالح خلال استقباله البابا في القصر الرئاسي: فيما يحل بيننا قداسة البابا ضيفا عزيزا كريما، هناك فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك ودعم التنوع الديني والاجتماعي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية النشرة، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. وزير الصحة يدعو في مراسلة إلى الفصل بين الملقحين بالجرعة الأولى والثانية. نقابة أرباب الحمامات التقليدية والرشاشات تعلن عن خوض وقفة احتجاجية. ومهنيون يطالبون بمرائب تحت أرضية بعد تراجع عن ترحيل الأسواق إلى خارج مدينة الدار البيضاء. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.